ثمانية أعمارهم متفاوتة، متوقفوا انتقلوا الحمد لله خمسة وباقي ثلاثة طبعاً موجودين في مستشفى طرابلس الجامعي. نحب نطمن يعني حالتهم تعتبر الحمد لله مستقرة. العناصر الطبية في حماية الأطفال بذلت ما في وسعها لإنقاذ حياتهم، ولكن إرادة الله كانت أقوى. الحالات التي لا زالت على قيد الحياة ثلاثة أطفال في حماية الأطفال يحظون بمتابعة كاملة من قبل الأطباء على مدار الساعة. هذا النوع من المبيدات ضرر كبير كيفية استخدامه والشركة الموردة لها، كل هذا يتضح من خلال تحقيقات جنائية. نحن في المستشفى نقدم خدمات طبية لإنقاذ حياة الحالات المرضية، وعلى أصحاب المحلات بيع المبيدات الحشرية تحذير المواطنين من مخاطر المبيدات الحشرية وكيفية استعمالها نظرا لخطورتها، وعلى الجهات الطبية المتمثلة في الحرس البلدي ومراكز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط هذه المنتجات السامة وتحديد محل بيعها.